هناك المركز الأول مشاهدينا متابعينا الكرام. نسير إلى هذا الشوط وإلى مساره ونتقدم مع الشبح الذي يسيطر على مقدمة الشوط لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان، يضم الصادق بن فضل الأمين، ولكن هنا متعب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سيف بن أحمد بن خريدة الذي يتولى عملية تضميره في المركز الثاني. والمركز الثالث يتقدم في الطائر لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع عبد الله بن ثعيلب الهايري المركز الرابع. هذا الرابع اللي وصل فيه الذيب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمر أحمد بن سلطان بن رشيد المركز الخامس، خامس المراكز. وبنلقى فيه متعب أيضا لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان الصادق بن فضل الأمين، يضمره بينما المركز السادس، المركز السادس نعم في سادس المراكز يتقدم من الجانب الآخر اللي هو البطار. تعود ملكيته لسمو الشيخ محمد بن هزاع بن زايد النيان، يضمر نايب بن علي الغيلاني، يتقدم في هذا المسار. المركز السابع شاهين من هجن العاصفة، يضمر غياث الهلالي. المركز الثامن شاهين لسمو الشيخ حمدان بن لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمر سعيد بن عبيد بن مروشد. والمركز التاسع شاهين من هجن العاصفة. أما المركز العاشر اللي وصل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع أبو الضبع، وبنشوف رقم هذا ناصي، هذا ناصي ضمر عبيد بن محمد بن الضبع يتولى عملية التضمير. هذه النتيجة للمراكز العشرة الأولى المتقدمة في هذا الشوط، وهو الشوط الثاني عشر مشاهدين الأعزاء في أشواطي صباحي هذا اليوم في هذا النقل الحي والمباشر. وهذا الكادر العلوي في شاشة دبي ريسنج يتقدم الجعدان ويقودهن على هذا الكادر ويتصدر المجموعة. الشبح تعود ملكيته لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان والصادق بن فضل الأمين الذي يتولى عملية تضميره، ولكن انخطاف في هذه اللحظات، انخطاف للمركز الأول من قبل الذيب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد، يتقدم في هذه اللحظات، يأتي بهذه الانطلاقات، تبادل المراكز وتحديات مع لوحة الإعلان الألف ومئتين. ولكن هنا واصل الطائر، الطائر لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وعبد الله بن ثعيلب الهايري على المركز الثاني. والمركز الثالث والرابع شاهين وشاهين على المركز الثالث والرابع من هجن العاصفة، وكذلك على المركز الخامس والسادس، ويقود غياث الهلالي في عملية التضمير. عودة بدت الأمور، بدأ الرقص، يا سلام ما شاء الله على هذا التجمع. ولكن لا زال اللي في المركز الأول الذيب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمر الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد، ولكن هجن العاصفة قادمة، قادمة هجن العاصفة ما شاء الله، منطلقة مستعدة، تحدياتها جميلة. يا سلام شاهين وشاهين من هجن العاصفة وشاهين كذلك الدخول، الدخول الدخول في هذه اللحظات، 600 متر الأخيرة، ولا زال اللي في المركز الأول مشاهدين الأعزاء لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمر أحمد بن سلطان بن رشيد اللي ينطلق بالمقدمة، بينما المركز الثاني شاهين من هجن العاصفة تتسلل هجن العاصفة. وصل ناصي، وصل ناصي، وصل ناصي مشاهدين الأعزاء لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع عبيد بن محمد بن الضبيعة على المركز الثاني. ولكن شاهين هجن العاصفة لا زال بالمركز الأول. ناصي قادم، ناصي وشاهين، ناصي بدأ يتسلل ناصي المقدمة، ناصي الفوز، ناصي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. تهانينا لفزاع على هذا الفوز، شكرا بالضبيعة عبيد بن محمد بالضبيعة على الفوز. وناموس شاهين في المركز الثاني من هجن العاصفة، والمركز الثالث شاهين أيضا من هجن العاصفة، المركز الرابع شاهين من هجن العاصفة، المركز الرابع الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. هكذا كانت النتيجة للمراكز المتقدمة. نعود بعد ذلك إلى التوقيت الزمني في مسار هذا الشوط.
التوقيت الزمني لناصي مشاهدينا الاعزاء في الاربعة كيلومترات 6:15 ست اجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، شكرا عبيد بن محمد بن ضبيعة على ما قدم ناصي شاهين في 6 دقائق في المركز الثاني و15 ثانية وسبع اجزاء من الثاني من هجن العاصفة وبقيادة غياث الهلالي، بينما المركز الثالث ثالث المراكز بنشوف هنا هجن العاصفة ايضا ياتي شاهين في 6:17 خمس اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، هكذا